الرسالة الجوية وبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم إلى توقعات أحوال طقس يوم الأربعاء صباحا. بداية مشاهدينا، بعد ما شهدنا اضطراب جوي نوعا ما كان كثيف بالنسبة للمناطق الشمالية، نقدر نقول بها الاضطراب الجوي خف نوعا ما، وأجواء صافية راح تكون بالنسبة لباقي ولايات الوطن. توقعات الصبيحة بحول الله راح نرتقب سحب بدون فعالية على السواحل الوسطى، كذلك السواحل الشرقية التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية، وأجواء صافية على معظم ولايات الوطن، ما عدا بالنسبة للمناطق الجنوبية التحاقا بأقصى الصحراء لا تعرف بعض السحب العابرة اللي حتكون بدون فعالية. للملاحة، والصيد البحري بحول الله بحر من هذا إلى قليل الاضطراب نوعا ما على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح ما بين 10 حتى 25 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة خلال الصبيحة بحول الله 7 درجات راح يكونوا بولاية المدية درجة صغيرة، و23 درجة كدرجة كبيرة بولاية أدرار. باقي ولاية الوطن 16 كانت ببشار، 15 بغردية، 12 بالبيض، و15 درجة كانت بالغرب الجزائري في وهران. هذو كانوا درجات الحرارة خلال الصبيحة. توقعات الأمسية بحول الله، عودة الاضطراب الجوي هذه المرة على السواحل الوسطى التحاقا بالسواحل الغربية، أجواء غائمة راح تكون كذلك مرفوقة بأمطار، هذه الأمطار راح تكون نوعا ما خفيفة، وأجواء غائمة كذلك راح تكون بالنسبة للمناطق الساحلية الشرقية. باقي ولايات الوطن فيما يخص مناطق وسط الصحراء التحاقا للمدن الداخلية الغربية، كذلك المناطق الداخلية الشرقية راح تعرف أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل سحب بدون فعالية بالنسبة للمناطق الجنوبية. للملاحة، والصيد البحري مضطرب على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح ما بين 20 تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة اللي سجلناهم على 20 إن شاء الله 19 درجة بأعالي الصيف كدرجة صغيرة، و 38 درجة بأدرار كدرجة كبيرة. 24 درجة كانت بالجزائر العاصمة، 23 ببجاية، 21 كانت بالمدية، و 30 درجة بكل من ولاية غردية وبشار. هادو درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. نجوزو نشوفو اليومين الجايين. يوم الخميس بحول الله اضطراب جوي جديد راح نشهدوه مع نهاية الأسبوع، وين الأجواء راح تكون غائمة، راح تكون كذلك مرفوقة بأمطار، أجواء صافية على معظم ولايات الوطن التحاقا بالمدن الجنوبية. درجة الحرارة 7 درجات بولاية البيض كدرجة صغيرة، و37 بولاية تمنراست كدرجة كبيرة. للملاحة، والصيد البحري بحول الله بحر هادئ على السواحل الوسطى كذلك السواحل الغربية، سرعة رياح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، ومضطرب على السواحل الشرقية، سرعة رياح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر في الساعة. هذا فيما يخص يوم الخميس. يوم الجمعة بحول الله أجواء غائمة ما تشهدها السواحل الشرقية، كذلك المناطق الداخلية الشرقية في بعض الأحيان راح نشهد معها بعض القطرات من الأمطار وسحب كثيفة نوعا ما تسجل على السواحل الوسطى التحاقا بالمدن الداخلية، كذلك مناطق الجهة الجنوبية الغربية. 3 درجات هذه المرة كدرجة صغيرة بالبيض، و34 درجة بولاية إليزي كدرجة كبيرة. للملحة، والصيد البحري بحر مضطرب إلى هائج، سرعة رياح ما بين 10 تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. هادو مشاهدينا الكرام كانوا توقعات طقس الأيام القادمة بحول الله. معلوماتنا الفلكية اليوم الأربعاء، شروق الشمس حيكون على 6:55، أما الغروب حيكون على 6:12. لمزيد من المعلومات زورونا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة شانل وعبر الويب. بهذا الحق من ختام وشرطنا الجوية عنها اليوم، أبقى لي نقول لكم سهرة ممتعة مع بقية برامج الحياة الجزائرية. دمتم في رعاية الله وحفظه. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.